فيما يخص حرق النفايات في مطارح المطارح النفايات الصلبة بضواحي المدن، فهو يعني اليوم أصبح وفق اتفاقية باريس ويعني التزامات المغرب من خلال مساهمته للحد من تغير المناخ أصبحت غير مقبولة، ويعني تنافي حتى يعني قانون تلوث الهواء بالمغرب. وبالتالي لماذا؟ لأن حرق النفايات تكون بها نفايات متعددة بالمطارح، نفايات بلاستيكية، نفايات تتوفر على معادن ثقيلة كالرصاص والكروم والزرنيخ والفولاذ وحتى يعني النحاس، وبالتالي عند حرق هذه النفايات تكون انبعاثات غازية سامة، أهمها الديوكسين، أهمها الهيدروكربورات، أهمها يعني المعادن الثقيلة بالهواء، بالإضافة إلى غبار أسود يتطاير في الهواء. هذه كلها تتسبب سواء أولا لتكون غشاء مسببا للانحباس الحراري والذي يؤدي إلى تغير المناخ، ثم تتسبب في أمراض للساكنة المجاورة وهي أمراض الربو، أمراض العينين، أمراض جلدية، أمراض حتى قصور كلوي واضطرابات تنفسية، أيضا تؤثر على الأطفال وتحصيلهم الدراسي حيث أظهرت مجموعة من الدراسات هذا الأمر. أيضا هناك يعني بعض الاضطرابات النفسية والاكتئاب للساكنة المحيطة بها. والخطير في الأمر وأن يعني مطرح النفايات بضواحي المدن تتواجد بالقرب منها العديد من الضيعات الزراعية، حيث هذا الغبار وهذه الانبعاثات الغازية تتساقط عندما تهطل يعني الأمطار خلال الفصول أو الشهور الممطرة على تلك المزروعات، مما تؤثر على جودتها وبالتالي يعني تؤدي إلى تسممها وتكون خطرا عند تناولها عندما تصل إلى المستهلك. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.